أهلا بكم في منهج المعلوماتية للصف السابع الجزء الثاني وحدة اللوحة الجدولية ورقة العمل 8. استدعي الجدول من المصنف راتب بالضغط على زر أوفيس واختيار أمر فتح، ونحدد مكان وجود هذا الملف ونختار اسم المصنف والضغط على زر فتح. عدل في محتويات الخلية B3 لتصبح يناير. بالضغط على الخلية B3 والمفتاح F2 وبالتحريك بالأسهم إلى المكان المطلوب ثم نضغط مفتاح Enter. املأ محتويات عمود الراتب لجميع الأشهر برقم 600. أولاً نقف عند الخلية C3 وهي التي تحتوي القيمة 600. نحرك مؤشر الفأرة في الزاوية السفلية من جهة اليسار حتى يتغير مؤشر الفأرة إلى علامة زائد وهي مقبض التعبئة. نسحب إلى الخلايا المطلوبة ثم نحرر مؤشر الفأرة. نلاحظ تكرار البيان إلى الخلايا المحددة. استخدم أداة خيارات التعبئة التلقائية لإكمال بيانات عمود الأشهر ليصبح يناير فبراير إلى آخره. نقف عند الخلية B3 حيث تظهر البيان يناير. نحرك مؤشر الفأرة فوق الجزء السفلي الأيسر للخلية حتى تتحول مؤشر الفأرة إلى علامة الزائد. نسحب إلى الخلايا المنتقاة ثم نحرر مؤشر الفأرة. نلاحظ تكرار البيانات في الخلايا المحددة. أكمل محتويات عمود المصروفات بالبيانات التالية. نقف على الخلية الأولى ونكتب الرقم ثم نضغط Enter وهكذا لباقي الخلايا. كما يمكن تعبئة عمود المسلسل بكتابة الرقم الثاني ثم تحديد البيان 1 و2 معا واختيار مقبض التعبئة إلى نهاية الجدول ونحرر فيظهر الأرقام بالتسلسل المطلوب. احفظ المصنف بنفس الاسم من خلال زر أوفيس. نختار أمر حفظ.